إذا مرحبا بكم مشاهدينا في بث مباشر جديد وفي موضوع جديد مع لمياء. إذا الموضوع ديال اليوم، شنو رأيكم في وقوع جرائم كبيرة وبشعة أيضا، وشكون اللي كيتحمل المسؤولية؟ كنتمنى مشاهدينا أنكم تبادلونا الآراء ديالكم، والآراء ديالكم طبعا كتهمنا، نفيدكم وتفيدونا إن شاء الله. إذا كيف ما كتعرفوا أن جريمة السرقة من أخطر الجرائم، واللي يعني غالبا كتكون مرتبطة بعوامل اقتصادية واجتماعية، وأيضا ممكن أننا ندرجو في هذا الإطار البطالة. كيف ما كنعرفوا أن السارق أو الشفار مجرد سلوك إجرامي، فممكن أننا نقول عليه أنه سارق. إذا المشاهدين كنتمنى أنكم تبادلون الآراء ديالكم فيما يخص هذا الموضوع. وكيف ما كتعرفوا أيضا أنه يوم بعد يوم كنسمعوا على فلان أو فلانة تعرضت للعنف بالسلاح الأبيض، حيث رفضت أنها مثلا تعطيه التليفون أو الفلوس فكيعنفها. والخطير في الأمر يعني كتكون عاهة مستديمة، ولا كيخسر ليها وجهها، وكتكون غير مقبولة في المجتمع. فكيف ما كنعرفوا سواء البنت أو الشاب، ما كيتقبلش المجتمع أنه يشوف يعني البنت مثلا إذا تخسر ليها وجهها كيفاش غادي تدير، شنو المستقبل ديالها، كيفاش غادي دير، واش هذاك الزوج غادي يقبل بها كزوجة. سامو كيقول التربية ما كايناش. أكيد أخي، ممكن أننا ندرجو هذا الموضوع اللي هو كيتعلق يعني بكثرة على يعني دور الآباء. فالآباء من الطبع أنهم خصهم يقوموا بتربية الأبناء ديالهم. مثلا كنشوفوا بزاف ديال الآباء، مثلا الأبناء ديالهم أو الطفل ملي كيكون مازال صغير كيتم مدخل مثلا تليفون جديد أو ملابس جديدة أو فلوس أيضا، ما كيسولوش. يعني أغلبية الآباء ما كيسولوش من جاتك ولدي هذاك التليفون، من جاتك هذيك الفلوس، وانت عارفه أنه ما عندوش الفلوس، أنه ما خدامش باش يشري التليفون. ومع ذلك للأسف بزاف ديال الآباء ما كيسولوش الأبناء ديالهم، ما كيراقبوهمش، ما كيحاولوش أنهم يتبعوا المسيرة ديالهم، يشوفوا الأصدقاء ديالهم واش أصدقاء فعلا مزيانين. يعني للأسف. إذا المشاهدين كنتمنى أنكم تفاعلوا معنا بكثرة بخصوص هذا الموضوع اللي ولينا كنشوفوه يعني منتشر بكثرة، وخصوصا في هذه الجائحة. هو كان ما نكروش أن السرقة ما كانتش، لكن ارتفعت بشكل ما في زمن كورونا. أطلس الحسن كيقول يجب إعادة النظر في الإعفاء الملكي للمجرمين. فكيف ما ذكرت مشاهدينا أنه يوم بعد يوم كنسمعوا لفلان أو فلانة تعرضت للعنف بالسلاح الأبيض، فالسارق أو الشفار بين قوسين ما يعني ما بقاش كيكفيه أنه كيكفي أنه مثلا يمشي يسرق بطريقة أخرى. فإذا ما تعرضش لهذيك البنت أو هذاك الشاب بالسلاح الأبيض، خسر ليه وجهه أو دار ليه عاهة مستديمة، ما كيقدرش يشفر على خاطره. وبالتالي كتكون ضحية هذيك الفتاة أو الشاب ضحية سارق، وغالبا كيلاد بالفرار كيهرب، وبالتالي هذيك البنت أو الشاب كتبقى ضحية سرقة لاذة بالفرار. فشنو ذنبهم هما مساكن؟ فشنو ذنب هذاك الشاب اللي غادي يبقى حياته كاملة هو معذب؟ وكذلك شنو ذنب هذيك البنت اللي واش غادي تزوج، واش غادي يقبل بها هذاك الخطيب ولا لا؟ حنونة كتقول الآباء هم السبب في عدم تربية الأبناء ديالهم تربية حسنة على الدين والأخلاق. أكيد أختي، كيف ما ذكرت أن الآباء كيلعبوا دور كبير ومهم، ماشي غير الأب، حتى الأم كتلعب دور. فمثلا تدخل البنت أو الشاب
البيت مباشرة. إيفوي تشوفه يعني مدخل أشياء ما كانتش عنده، فخصها تسول مع من كان أو مع من كانت، شكون هما رفقاء، هل هما رفقاء السوء يعني، واش رفقاء مزيانين، أصدقاء مزيانين ولا. خصها تكون مراقبة. الله يجازيكم بخير، يعني هذا نداء لجميع الآباء، يعني حاولوا تراقبوا وليداتكم، تشوفوهم مع من كيمشيو، فين تيمشيو. يعني الأغلبية ديال الآباء تيمشيو للخدمة يعني مع الصباح، ما تعرفوش وليداتهم، ما كيجيو حتى العشية ما تعرفوش وليداتهم مع من كانوا، فين كانوا. منى كتقول اختي بغيتك تجاوبيني علاش كثر الاغتصاب واختطاف الاطفال والقتل والفقر. اختي ما نقدرش نقول لك جواب مقنع، انت بغيتي جواب مقنع. ربما يعني كيف ما ذكرت، حتى المشاكل الاجتماعية كتلعب دور، وعدم التربية. فكيف ما ذكرت الاغتصاب في الحلقات السابقة، كنت تحدثت على الأمهات العازبات اللي كيوقعوا في مشاكل، اللي كيكونوا ضحية اغتصاب يعني جماعي أو سبق وتحدثت على هذا الموضوع. الفقر أيضا يعني الأغلبية كتدخل في إطار العوامل الاجتماعية والبطالة وعدم التربية، لأن من الأبناء غادي نكونوا، من الآباء عفوا غادي ممكن أننا نكونوا مجتمع به أخلاق وبه يعني يعني به شباب راقي أيضا. لالا ماري كتقول الجهل قل الدين والفقر. إذا مشاهدينا ضحايا بزاف، ما نكروش ان السرقة راه ما كانتش، كانت ولا زالت وستستمر. فخص تربية، التربية هي كل شيء. فالضحايا راهم بزاف، وقلت سبق وقلت انه في زمن كورونا في هذه الجائحة ارتفعت نسبة يعني السرقة بشكل كبير وكبير جدا. فبزاف ديال الضحايا اللي تعرضوا للسرقة، وخصوصا من اللي تيكون الاعتداء مقرون باعتداء عنيف، فكتكون صعيبة بزاف وعندها آثار نفسية اجتماعية، سواء عاهة مستديمة أو يعني أو تعرض فقط، مجرد يعني أنه السارق كيبغي يخوف هذيك الضحية، هي كتكون عندها يعني آثار نفسية كبيرة. فما بقاش شفر بين قوسين كيكتفي انه يشفر هاتف او فلوس، بل كيتسبب يعني هذاك الضحية بعذاب مدى الحياة. غاني شكرا لك اخي، تحية لك انت ايضا. الاخ ما دخلش بالاسم ديالو، كيقول كنا واحد النهار باغيين نشفرو وحدين كيلعبو ليبوك، انا وصاحبي منين قربنا لقيناهم كيم ديو لي. ما فهمتكش اخويا. اذا مشاهدينا كنتمنى انكم تفاعلوا معنا بكثره بخصوص هذا الموضوع. شنو رايكم في ارتفاع السرقه، وشنو هو الحل في نظركم؟ كاين ايضا ممكن اننا نقول مشاهدينا انه النقص اللي كيعاني منه الطفل نتيجه الفقر والحاجه. فواش كتشوفوا ان الفقر عامل من عوامل انه الطفل يلجأ للسرقه؟ هو ايضا رد فعل بعض الاهل اللي كيفرحوا من اللي كيسرق ولدهم او بنتهم. فالله يسمح لهم، بعض الاباء والامهات كيشجعوا الابناء ديالهم وهم اطفال يعني لازالوا في اطار التربيه، فكيشجعوهم
لا السرقة، وكيفرحوا ملي كيسرق ليهم الولد ديالهم ولا بنتهم. خربوش لمياء كتقول تحياتي لك أختي لمياء، شكرا لك يا أختي. التبرج هو السبب الرئيسي في الفساد أخي. موضوع ديال الحلقة اليوم هو ارتفاع، شنو السبب الرئيسي في ارتفاع كثرة السرقة؟ يعني أن السلوك اللي كيتعلمه الطفل منذ الصغر فكيبقى معاه، مكيقدرش يعني مكيقدرش ينساه بسهولة. فهاد السلوك هو ناشئ من عدم التربية. يعني أن الآباء خصهم يلعبوا دور كبير في تربية الأبناء ديالهم، وأيضا خص الآباء أنهم يثبتوا الشخصية ديالهم أمام الأطفال ديالهم باش يحاولوا يخافوا منهم. وخصوصا كيف ما ذكرت أن رفقاء السوء هما اللي كيخرجوا على وليداتنا. وكاينه مسألة أخرى مشاهدينا ما نكرو شيء، أن بعض الأطفال كيبغيو يقلدوا اللي كبر منهم. فمثلا كنشوفوا مثلا طفل عنده الأخ ديالو الكبر منه أو العم ديالو أو الخال ديالو مثلا كيشفر، كيجيب مثلا الحوايج بسهولة، عنده ديما الفلوس، ومع العلم أنه ما كيكونش خدام بيطالي. فالطفل ملي كيشوف هاد المسائل كيقول علاش أنا، علاش غادي نقرا؟ علاش مدام خالي اللي هو القدوة ديالي والعم ديالي العم أيضا اللي هو القدوة ممكن أنني خصني نتعلم منه، علاش لا نكون بحاله؟ فكتجيب بسهولة هاد الأشياء وكيتعلم السرقة. طبعا بدر كيقول الحل هو المجتمع، انه ما يكونش متساهل مع السارق. اكيد اخي هذه مساله مهمه ما خصناش نساوها. يعني بزاف الناس كيتعرضوا للسرقه، فإلا جينا درنا احصاء العدد الحالات اللي تمت سرقتها كل يوم فنقدر نوصل الى 100 حاله في المغرب او اكثر. فبزاف ديال الناس كيتسرقوا وما كيمشوش يديروا شكايات. علاش مثلا بنت او شاب كيتسرق لي غير تليفون عادي كيقول اه ماشي مشكل، ما الحمد لله انا ما تقاسيتش ما طرا لي حتى شي حاجه، علاش غنمشي تليفون كاع شحال داير ما فايتش 1500 ما فايتش مثلا 1000 درهم، علاش غنمشي نديكلاري؟ فهذاك السارق هذاك الشفار اللي شفر لك كون اكيد غيشفر لخوك او اختك، او يقدر يرجع مره اخرى يشفر لك. عمران كيقول خاص دوريات الأمن في كل 10 كيلومترات تكون ليل ونهار. نجيب كيقول الظاهرة الحالية أسبابها البطالة، مشاكل زوجية نفسية مما قد يؤثر على باقي أفراد من المجتمع المغربي. السرقة أقبح مهنة عند أصحابها، لكن هناك آباء وأمهات يساندون أولادهم. أكيد أخي نجيب كيف ما ذكرت أن بين الأسباب اللي هي منتشرة ومحروفة وكتجي سهلة للسارق هي أنه كيقول أنا كنعيش يعني مشاكل اجتماعية مشاكل أسرية، أنا بيطالي أنا ما لقيتش خدمة، فكتجي سهلة أنه يخرج يوقف على بنت مسكينة غادة ترزق الله غادة لخدمتها، فكيصدق خسر ليها وجهها مأديها يعني برزتها النفسية ديالها كتدمر. حفصة كتقول الإعدام خصو يتطبق في هاد البلاد، واللي سرق تقطع ليديه. نونا كتقول يجب النظر بخصوص الأحكام، والناس ما يبقاوش يشوفوا المنكر ويسكتوا. بدل ما تهز تليفونك تصور اتصل باش تصور اتصل بالشرطة. أكيد أخي أكيد، فما خصناش نسكتوا. الله يجزيكم بخير. كيف سكتي أخويا أو أختي كيف سكتي اليوم فكون أكيد لما مشيتيش درتي شكاية كون أكيد غدا ولا بعده
غادي تتعرض مرة أخرى، تقدر هاد المرة سلكتي بها، ما يعني ما تأذيتيش، ما تجرحتيش، ما تعرضش لك بالسلاح بالسكين او بشي سلاح اخر، فكون اكيد مره اخرى غيتعرض اما لختك اما لامك اما لخوك اما ليك انت ايضا. فما تستهانوش بهاد هاد المساله. الله يجازيكم بخير. سامو كيقول الاب نهار كامل في القهوه، كيفاش غادي يربي هاد الطفل؟ ما عرفوش فين تيمشي واش يدير. اخويا راه الاباء خصهم دور كبير، راهم خصهم يتحملوا هاد المساله، خصهم يعرفوا كيفاش يربيوا الابناء ديالهم. فالله يسمح لهم. بعض الاباء دي نقطه مهمه، هذا نداء موجه للاباء اللي كيسمحوا في الابناء ديالهم، هذه حتى هي خصنا ندخلوها في هذا الاطار. بالنسبه للاباء، انا كندوي على الاباء ماشي الامهات، اللي كيسمحوا في حتى الامهات عندهم دور. الاب راه عنده دور اكبر واكبر، لانه الا افرض الشخصيه ديالو فاكيد ان الابناء غادي يخافوا منه. فملي مثلا كيهرب من المسؤوليه وكيخلي الام على عاتقها كل من تربيه محنه من المصروف من بزاف الاشياء، كيفاش ما حيلتها تصرف على يعني الابناء ديالها، ما حيلتها تمشي ترزق وتمشي تخدم على الابناء ديالها؟ فشنو هو الدور ديال الاباء؟ فشنو هو الدور ديال الاب اللي ما يوقفش مع الابناء ديالو، واللي ما يعرفهمش فين مشاو، واللي ما يعرفهمش اشنو واكلين اشنو شاربين فين؟ للاسف والله يسمح لهم. اذا مشاهدي قناه شوف تي في، الموضوع ديال اليوم هو حول السرقه. كيف ما كنعرفوا ان السرقه ارتفعت بواحد كثير في المجتمع ديالنا، ما نكروش انه كان ولا زال وسيستمر الى ما وضعناش يد في يد وحدينا من هذه الظاهره. فبينا حنايا ممكن انه نحدوا من هذا السارق. فكيف ما ذكرت انه كاين عوامل كثيره، كاينه اقتصاديه، كاينه اجتماعيه، كاينه بطاله، كاينه او مجرد سلوك اجرامي كيعود يعني كيتعود عليه الشخص ملي كيكون صغير، واللي يقدر يكون ناتج عن سوء التربيه. فكيف ما ذكرت وكيف ما دائما كنذكروا عبر وسائل الاتصال ان الاباء كيلعبوا دور كبير، واللي هو كبير جدا في تربيه الابناء ديالهم. رشيد كيقول الام هي اللي كتربي، راه ماشي الاب. كيفاش اخويا الام؟ الام والاب بجوجهم عندهم دور كبير في المجتمع ديالنا، وبجوجهم عندهم. الاب كيمشي يخدم وكيجيب الوليدات، الام حتى هي كتمشي تخدم، ولكن بجوجهم خصهم يعرفوا الابن ديالهم مع من كيترافق، شكون هما رفقاء السوء اللي معاه، مين جاب الفلوس، فين كان نهار كامل الا تعطل. بزاف الاباء اللي تعطل كيقولوا لا راه مع صاحبه فلان كنعرفوه. باش عرفتي راه مع صاحبه؟ باش عرفتي راه بصح كان في القهوه؟ باش عرفتي هاد الفلوس اللي دخلها راه بصح تلفها من عند صاحبه؟ باش عرفتي هاد التليفون راه غير لقاه ما كذبش عليك؟ محمد المغربي كيقول لمياء شنو كتعطيني اخويا انا، كتوجه لي السؤال لمياء شنو رايك فنتي في ظاهره السرقه والتشرميل؟ كيف ما ذكرت اخويا ظاهره التشرميل راه هي ارتفعت بواحد الوتيره اللي هي كبيره، خصنا نحدو من هذه الظاهره، خصنا ما نسكتوش. اللي تأدى او اللي تعرض لهذه السرقه فخصو ما يسكتش، خصو يمشي يدير شكايه. فاليوم عليا انا واليوم غدا عليك. فبزاف ديال الناس يعني كيتعرضوا للسرقه وصافي كيقولوا ماشي مشكل، صافي تسرق ليا زطامي فيه مثلا 200 درهم صافي نسكت، صافي فيه 1000 درهم صافي ماشي مشكل. فاليوم الا انت تسرقتي غدا غتسرق موك، غدا تسرق باك، اكيد اخي سنحدو من هاد الظاهره بشتى الطرق.
حفصه اختي كتقول يسرقوك ويزيدوا يضربوك، والمشكلات تيضربوا نيشان الوجه الله يعطيهم العذاب. اختي خصنا نوقفه ونديروا يد في يد باش نحدوا من هذا المشكل. إذن مشاهدي قناة شوف تي في، الموضوع ديال اليوم كان حول الأسباب اللي كتؤدي إلى ارتفاع وتيرة السرقة، شنو الحلول اللي ممكن أننا نديروها. كنتمنى أنكم تكونوا استفدتوا من هذه الحلقة، وإن شاء الله في حلقة أخرى. إلى اللقاء وفي مباشر آخر.